موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة وملعب المباراة ومعلق المباراة وترتيب الفريقين ونتيجة مباراة الذهاب ونتيجة آخر مباراة للفريقين. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم السبت 8 مايو 2021، وذلك في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر، و10:15 مساء بتوقيت السعودية، و11:15 مساء بتوقيت الإمارات، و8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر، و7:15 مساء بتوقيت المغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1 HD بريميوم بتعليق علي محمد علي، وتذاع أيضا عبر قناة إدمان أذربيجان المفتوحة وقناة ديما سبورت 2 HD وقناة RMC سبورت 1 وقناة بين سبورت كونكت. ويدخل فريق ليفربول هذه الجولة القادمة وهو بالمركز السابع برصيد 54 نقطة، حيث لعب 33 مباراة، فاز في 15 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 9 مباريات. أما فريق ساوثهامبتون يدخل هذه الجولة وهو بالمركز 16 برصيد 37 نقطة، حيث لعب 33 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 16 مباراة. ويحتل صدارة الترتيب فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة، كما احتل المركز الثاني مانشستر يونايتد برصيد 67 نقطة، ويأتي بالمركز الثالث ليستر سيتي برصيد 63 نقطة، وبالمركز الرابع تشيلسي برصيد 61 نقطة، كما يأتي بالمركز الخامس وستهام يونايتد برصيد 58 نقطة، ويأتي بالمركز السادس توتنهام هوتسبور برصيد 56 نقطة. ويذكر أن مباراة الذهاب بالدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز ساوثهامبتون بنتيجة 1-0، وعن آخر مباراة لعبها الفريقين فقد تعادل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-1 بالجولة 33. أما فريق ساوثهامبتون فقد تعادل أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-1. وفي النهاية ما هي توقعاتكم للمباراة؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.